انت افتكرت ان ماما الله يرحمها؟ امال مالك مفطوره وعيط كده ليه؟ اصلي لو حكت لك ازاي البطل قرر يودعها بنته، يا عيني عليهم هما الاثنين، هو يبكي ودموعه تنزل على خده وهي تبكي ودموعها تنزل على خدها. وايه كمان؟ قرر يضحي بحبه عشان سعادتها. شفتي انكار الذات والايثار؟ قلتم هو ده اللي بكيكي؟ ايه يا اختي البيت ده؟ مساء الخير يا سمير. مساء الخير يا ابو سعاد، اتفضل. مساء الخير يا شكري بيه. يا اهلا وسهلا. ايه اللي جايبه لنا ده يا ابله؟ ده فضلت خيرك، واحده قريبتي بتعمل كحك، لكن ما تقوليش ولا جروبي ولا غيره، قلت لازم تدوقوا منه. ده كتير يا سعاد هاني. اوعى تقول كده يا شكري بيه، والله ازعل. لا ما يخلصناش زعلك يا هاني. تاخدي من قبلتك يا سمير؟ اتفضلي. بس الحمد لله انك رقتي يا ابله سعاد. الحمد لله، الحقيقه بعد زيارتها ليا رقت خالص ومزاجي بقى حلو. ربي على طول. ايه يا سمير؟ اعملي لنا كوبايتين شاي ولا هناكل كحك على الناشف كده؟ حاضر. اتفضلي يا سعاد، اتفضلي. عنك انت، انا جاي اعتذر يا شكري بيه. ايه لزوم الاعتذار؟ عن طريق علاء اخو جوزي. لا لا مفيش، بس انا حسيت بصراحه انه غيران عليكي. هل ده صحيح؟ سيبك منه، الموضوع مفيش.